30 حكاية وحكاية فيها روح مصرية جدا من بيت الخرنفش. بيت الخرنفش بيت سحري مدهش جميل في قلب مصر القديمة في حي الجمالية، حي العظماء والحي اللي قدم لمصر أسماء كبيرة جدا في حياتنا. كتاب صدر في معرض القاهرة الدولي للكتاب يحمل ذكريات كتيرة جدا ومشاعر وأحلام وطموحات الطبقة المتوسطة المصرية، فترة مهمة جدا بيرصدها الكتاب للكاتبة اللي منورانا ومشرفانا في استوديو صباح الخير يا مصر، الكاتبة الصحفية مها سالم. قصتها إيه جوه هذا البيت، قصة العيلة، منطقة الخرنفش في القاهرة التاريخية القديمة؟ أسئلة كتيرة جدا هنسألها ورحلة هنعيشها مع ضيفتنا اللي منورانا النهاردة مها سالم. خدتنا ورجعتنا كده كام سنة، رجعتنا للطبقة المتوسطة اللي أغلب الأعم مننا موجود منها، وإزاي انطلقوا بقى في أماكن مختلفة في القاهرة يعمروها، لكن فكرتنا بحياتنا والشكل المختلف اللي كنا متعودين نشوفه دايما حتى في الدراما. مؤلفة الأستاذة مها سالم من ورانا في الاستوديو، صباح الخير عليكي وأهلا وسهلا بيك. أهلا بحضراتكم، سعيدة أني معاكم. أهلا وسهلا. لما نيجي نقول بيت الخرنفش، أنا مش هقول لك عرفينا على أبطال، هقول لك احكي لنا حكاية مها، احكي لنا حكاية إيهاب. مها وإيهاب شابين حبوا بعض وكانوا متربيين في المنطقة الجمالية اللي حضرتك يا دكتور اتكلمت عليها، واخدين من روح وعبق المكان العظيم اللي كل حجر فيه بيحكي حكاية بشر قبلنا سابوا أثر كبير في حياتنا وفي التاريخ الإنساني. فكنا فعلا مستمدين، حاسين ان عائلاتنا، ده بقى السياق اللي انا ماشيه فيه الدرامي في الكتاب، ان العائلات واخده ورثه تقاليد وقيم واصول احنا نبعه من جذورنا، نبعه من عبق المكان، من نفحه جوار سيدنا الحسين رضي الله عنه، من نفحه ان احنا بندخل من باب المتولي ونخرج من باب الفتوح، من نفحه ان احنا بنبقى في شارع المعز لدين الله فنمشي، يعني الأساطير اللي بنقراها في ألف ليلة وليلة بالنسبة لنا ما هياش خرافة، لأن في خان الخليلي وفي الصاغة إحنا بنشوف الأحجار الكريمة واللولي والمرجان بالفعل، إحنا ما بين دقات النحاسين وما بين الصدافين وما بين المهرة والعمال اليدويين اللي بيبقى شغلهم مبهج، الصبح تبقي ماشية وانتي رايحة المدرسة أو إيهاب هو رايح كان الشغل كان ضابط حديث التخرج، احنا دي الأجواء اللي احنا موجودين فيها وعايشين فيها. حبيت ان انا أسجل كل ده في الكتاب علشان يبقى يعني رصيد للأسرة المصرية زي ما حضرتك تفضلتي، للأسرة المتوسطة، ان هي ازاي عندنا قيم وعندنا أصالة وعندنا معاني جميلة، يمكن المشاغل ويمكن التصارع والعولمة والأفكار المختلفة والثقافات المختلفة دخلت علينا نسيتنا شوية إحنا مين. أنا بالكتاب ده بقول إن إحنا ناس عظيمة جدا، ناس لينا كمصريين بشكل عام لينا جذور قوية، لينا طباع تميزنا وسمت، مش محتاجين درامات دولية عشان نندهش بالحب وندخل في حكايات عاطفية خرافية، لأن الواقع فيه حكايات أجمل من كل خرافة وواقعية. في حالة عشق جميلة جدا، وانت بتتكلمي حتى أستاذة مها انك عشت التجربة بشكل مباشر، يعني الكتاب حتى لما نقراه هو كتاب كده بتشم فيه يعني زي ما بيقولوا كده ريحة المانجا وطعم الصبر وصوت المزيكا الجميل للزمن ده، حالة وجدانية إنسانية رائعة جدا وانت بتكتبي الكتاب. عايزين نتكلم شوية عن كواليس الكتاب، ذكرتي الزوج ورفيق العمر والسند العميد إيهاب صلاح الدين رحمة الله عليه. الكتاب هو كتاب في فن الوفاء، يعني الكتاب أصلا التيمة الأساسية فيه إني في فكرة الوفاء لرفيق الرحلة. حقيقة في الحقيقة يا دكتور يعني كانت تجربة صعبة جدا، أثرها طبعا ممتدة معانا، فقد زوجي في سن الشباب وقصة الارتباط الكبيرة اللي بيننا، لأنه مش بس زوجي، هو حبيبي وصديقي المقرب ورفيق روحي. لما بني آدم مؤثر في الحياة بشكل عام ربنا بيختاره، بيحصل خلل كبير جدا جدا في محيطه كله. عايزة أقول لحضرتك إيهاب بكى الجيران زي ما بكى الأهل، زي ما فقدته عيلتي زي ما فقدته عيلته، يعني الشغل يمكن المجندين
من 20 سنة أو من 25 سنة، شوف تفرقت بيهم الطريق في بلاد عربية وفي وظائف مختلفة، هم اللي بيبعتوا لي يحكوا لي حكايات العرفان والامتنان. في شخصيات أثرها باقي وأثرها ممتد أكبر بكتير من سنوات عمرها. طب. ده اللي كان لازم يتسجل، وفي نفس الوقت ده اللي أنا كنت بعمله على صفحات التواصل الاجتماعي، وكان بيحظى بتفاعل يعني كبير الحمد لله. لكن لما بدأت أكتب الكتاب حسيت إن في معنى أبعد بكتير، وإن قيمة وجود إيهاب على الأرض ترسيخ القيم دي. جميل. وإن إحنا فعلا يبقى أثر باقي لي إن إحنا نحكي جذور الحكاية. حكايتنا كلها بدأت منين؟ بدأت من الجمالية، من شارع الخرنفش. بدأت من وإحنا صغيرين بنشتري الفانوس الأول الصفيح اللي كنا بنولعه بشمعة. بدأت وإحنا بنشتري الجيلاتي، ما كانش بقى آيس كريم، من عربية عم روبي. الزبادي في الكوبايات الإزاز. أعظم حاجة في الدنيا، يعني أعظم حاجة في الدنيا قبل اختراع الآيس كريم. مش كانوا ثلاث أو أربع أنواع بس، بس مذاقهم لازال يعني حلاوته في بقنا. هو ذكريات الطفولة، إن إحنا عندنا رصيد غني نقدر نعيش عليه حياتنا كلها. ده بالظبط اللي أنا كتبته في الكتاب. يمكن أنا لما سمعت الأغنية قبل ما ندخل الفقرة بقول لكم هو ده بالظبط، هي دي الحالة المصرية. رشة السكر على الكحكة السخنة، الفطير بالعجوة هو خارج من الفرن الصبح، ريحة العيش الفينو، الريحة اللي من غير محسنات الطبيعية، ريحة البسيسة في حلة الكيكة اللي أمي أو جدتي بتعملها، التفاصيل اللي بتكون الحياة اليومية، وأحيانا قد ننشغل ونغفل عن نعمتها بفضل الضغوط وبفضل المشاكل وبفضل موضوعات يمكن مش بإيدينا إن إحنا نغير. لكن اللي بإيدينا استشعار النعم، وإن إحنا نعمل لنفسنا والأهلنا والأولادنا اللي جايين ذكريات يعيشوا على مددها. عشان كده اخترتي تحكي الحكاية من أولها، من الأول خالص. بالظبط، علشان كده كنت حريصة إني أدخل في التفاصيل، تبيني مشاعر البنات وإزاي الموضوع فيه ود وفيه حب وفيه حياء في نفس الوقت. بينتي التفاصيل دي. حبيت جدا ان انا امشي الرحله كامله، وان ال 30 حكايه عبروا عن قصصنا في كل وقت، من واحنا صغيرين لما اتعرفنا وانا براقبه من ورا الشيش وهو بيشغلني اغنيه وانا مش عارفه انه شايفني، من وانا بعد الخطوات قبل ما يدخل في الشارع، من هو بيغير مساره علشان يتتبعني، من اول كلمه جوتام قالها لي بالفرنساوي وهو ما بيعرفش فرنساوي علشان كان الزلزال جه وهتنقل هعزل فمش هبقى اشوفه تاني. 92 بالظبط. من اول الخطوبه وازاي ان احنا فكرنا ان احنا طيب امكانياتنا، ان هو قال انا مش هتعب اهلي، اهلي تعبوا وربوني وكبروني وانا بقيت ظابط، فبامكانياتي هنجيب واوعدك هنجيب في يوم اللي انت عايزاه كله. انا بدل ما ادي دروس لاولادي واقول لهم ما تقلقوش وابداوا صغيرين وهتكبروا، بدل ما اقعد اشرح لاصحابهم وانا بحب اعمل كده كتير واقول لهم بكره جاي كويس هتكبروا وطول ما انتوا بتسعوا ربنا هيكرمكم وهيوفقكم، الحياه طيبه ما دام احنا طيبين وما دام بنراعي ربنا علينا السعي والنتيجه كده. انا حكيت لهم ده بواقع اللي احنا عشناه، لان الحمد لله انا بعتبر ان رحلتنا فيها ده، فيها ان احنا ازاي بدانا صغيرين، بدانا في حينا الشعبي الجميل اللي احنا كنا مستمتعين بيه، ان حتى وقتها لو احنا مش عارفين قيمته لكن فضل حفر جوانا ذكريات عظيمه، ازاي ان احنا تطورنا وانتقلنا زي ما حضرتك تفضلت الاماكن يمكن ارقى اجتماعيا ومكانيا بفضل العمران والتطور، لكن فضلنا محتفظين بعاداتنا الحلوه. وهو السر كمان استاذه مها القيم، لانه المكان وراء قيم، المكان مش بس يعني جدران وغيره وبيت، لكن القيم اللي ورا البيت ده اللي حضرتك اكدت عليها بشكل كبير دلوقتي. عايز اسالك على التفاصيل الصغيره، لانه في كلامك البهجه والفرح، يعني في مساحه فرح في الكتاب جميله جدا، الفرح بالاشياء البسيطه، يعني ممكن يكون انتصارات صغيره جدا وبسيطه لكنها مبهجه، فكره لعبه الاتاري مثلا، يعني اول مره نلعب لعبه الاتاري، او الالعاب البسيطه اللي موجوده في احيانا الشعبيه اللي هي مع مرور الزمن عايشه في حياتنا كمصريين. كلمين عن التفاصيل الصغيرة دي وإزاي ممكن تأثر على شخصية البني آدم. بشكرك جدا يا دكتور. في الحقيقة أنا حبيت جدا في الكتاب أن أنا أتكلم عن تطور، يعني دكتورة فاطمة سيد أحمد الكاتبة الصحفية أستاذتي في الإعلام العسكري وفي الصحافة يعني أكرمتني بأن هي وصفت اللي أنا كتبته أنه نوع من أنواع الأنثروبولوجي، العلوم الإنسانية، جزء العلم الاجتماعي، التشريح، التطور. فرصدت جزء الألعاب ده بتلقائيه، ان انا سجلت ازاي ان احنا كنا بنلعب الاولى وبنلعب الكيكه على العالي وكيكه على الواطي وسط غمايه وكهرباء ونط الحبل
وبدات اشرحهم وافكر، والعاب بقى الولاد البلي والنحله والسبع طوبات، بدات اشرحهم علشان نفضل فاكرين ذكرياتنا الحلوه. وازاي ان احنا اول اتاري زي ما حضرتك قلت، اول جيم البينج بونج والمسابقات، واللي حضرتك فاكر كان عندنا في كان بدات الشوارع تجيب ترابيزات وبتاجر بسعر صغير قبل ما يبقى فيه التكنولوجيا يعني الطاغيه بالشكل ان كل واحد معاه جهازه وقاعد منعزل. كلها العاب اجتماعيه، كلها العاب جماعيه، ما فيهاش متعه غير بالمشاركه. جميل. وتطورها بقى حتى مع اولادنا، يعني لما اتجوزت بقى وبقينا في بيتنا، زي ان انا وايهاب كنا حريصين ان احنا نقعد، وهو ليه الفضل الكبير في ده، ان هو ندخل محلات الالعاب نقضي فيها بالساعات، نختار للولاد وفقا لميزانيتنا بس نستمتع بالاجواء. ازاي ان احنا ممكن جدا نجيب سلم والتعبان والليدو، الحاجات اللي كانت بالقشاط، ونقعد نلعب فيها احنا اربعه، فنقعد نلعب كلنا ونقضي سهره جميله حوالين فيلم او مسرحيه، يعني زي ما بقول حتى لو بتتعاد للمره الخامسه واحنا حافظين افهاتها، بس بنضحك من جديد على تعليقاتنا. الروح دي ان احنا نعمل فشار في البيت ولا نعمل كيكه سخنه، مش بقى كل حاجه جايه جاهزه والاسعار، احنا في متعه كتيره ممكن جدا نستشعرها بصحبتنا، بان احنا نجمع بعض، بان احنا نحاول نراضي بعض، بان احنا ندور على المشترك بيننا، وهنلاقيه وكتير. زي ما كان في مساحات فرح كان في مساحات وجع، والحمد لله عدت على خير وعديتي المرحله دي، اتغلبتي على سرطان القولون واتكلمتي عن ده في كتابك، واتكلمتي عن الدعم اللي قدمه لك العميد ايهاب، وازاي الموضوع كان بينكم انتوا الاثنين، وبفضل الله وبفضل دعمه قدرتوا تعدوا الموضوع ده. كانت رحلة مهمة جدا حرصت ان انا اسجلها في الكتاب لأول مرة، عدى عليها 20 سنة دلوقتي، لكن على الرغم من كده طبعا اثرها بتفضل معايا جوايا من الألم ومن الاثار الجسدية، لكن الاثار النفسية خرجتني اقوى بكتير بفضل الدعم اللي حضرتك تفضلتي بيه. رسالة كمان حبيت اوصلها لكل حد بيمر بتجربة مرض صعبة، استقوى بربنا واستقوى بالناس اللي بتحبك، هتلاقي في الرغم الألم الشديد ورغم المعاناة في التفاصيل اللي ما نقدرش ننكر ان احنا بني ادمين وفي الاخر ضعاف وبنقع في اوقات كتيرة، لكن لما تفكر ان ده امتحان وابتلاء من ربنا، وان انت ربنا بيوقف لك ناس تشد من ازرك، ناس تحاوط عليك، بتفاجأ بتكتشف حب يمكن ما كنتش واصل لك بهذه القوة في الحياة العادية بسبب المشاغل وسبب الطموح والسعي، بتستشعر يمكن المرحلة دي كانت اكبر حافز لاستشعار الفضل والنعمة، إن الصحة فعلا تاج على رؤوس الأصحاء، مش تابو بنقرره، ده حقيقة، ده واقع. قومك الصبح بسلام ده نعمة كبيرة جدا. طيب لو ربنا أراد يمتحننا هل نقنط ولا نصبر؟ طب نصبر، ولما نصبر إيه اللي بيحصل؟ ربنا أراد وتنتهي الرحلة عند كده، يا سلام، ربنا يعني أراد إن هو بقى نرتقي من الدنيا، لأنها في الآخر دنيا وفيها صراع وفيها لحظة. ربنا أراد إن احنا نتعافى ونكمل عشان لسه في رسالة في الأرض. هتخرجي فايزة جدا بتجربة ثرية فادتك جدا وشكلت جواكي قوة واستنهضت جواكي عزيمة إن انت عايزة تعملي حاجات كتيرة قوي تفيدي بها غيرك. حطت جوا الواحد رحمة ورأفة تجاه أي حد. حطت جوايا كسرت أي كبر. كسرت أي نوع من الانعزال. كل ده فوايد تجربة مرض قاسية تنتجها. فاحنا بدل بس ما استشعر الالم والتفاصيل المؤلمه، حبيت اني انا استرسل في التفاصيل كامله عشان تبقى المشهد عند القارئ يشوف تجربه ثريه ويستشعر ان في جوه كل الم في منحه، بس احنا محتاجين نتفكر ونتدبر. كريم ومنى يمنى عفوا، اعظم انجازات حضرتك والعميد الراحل سيد العميد ايهاب، شافوا التجربه دي ازاي وانت بتكتبيها وانت بتسردي الاحداث دي وبتعيشيها مع الورق والقلم؟ مجرد ما حضرتك بتقول كريم ويمنى غصب عني قلبي بيتخطف، والاقي كده ان انا شايفاهم، ربنا يحميهم. طبعا الولاد دول احلى نعمه في الدنيا، ربنا يعني يرزق الجميع يا رب بكل ما يتمنى. كانوا في الحقيقه خير سند بعد رحيل ايهاب، وكانوا حاسين مدى تعلقي. طبعا هم بالنسبه لهم ايهاب كل حاجه في حياتهم، والنموذج والمثل والدعم، لكن كانوا شايفين ان انا تأثري كان شديد جدا، واصبت بازمه اكتئاب، واضطريت ان انا اتعالج واخد جلسات عشان احاول اتعافى واخرج، لان شايفه ان هم محتاجيني لكن مش عارفه اخرج. حسيت ان انا الموضوع اكبر من تحملي. صمودهم
ووقوفهم جنبي وتحملهم علشاني، تعافي يمنى والبنت اللي هي وقفت ما استكنتش وما حستش بس بالانهزام وقالت انا خلاص فقدت الدعم والسند فمش هعرف اكمل حياتي، كانت هي اللي بتطمني تقولي ده بين ايدين ربنا ودي مش كل مش دي مش النهايه. بنتي اللي بتقولي بصي بتعلمني، فلما تيجي منها هي وهي الاكثر احتياجا للي يقول لها ده مؤثر جدا وقوي قوي، ولازم يخليني انا اسعى اني انا ابقى احسن ليهم هم يستاهلوا. حسيت ان تربيه ايهاب فيهم يعني ثمره نموذج يفرح ويشرف. لما يوم الندوه كريم اللي وقف يقول الكونكلوجن ويقول انا شفت ماما بتكتب ازاي ان هو كان مخاط صعب وكان بتتالم وهي بتكتب لان هي بتستدعي وبتعيش في اجواء خاصه جدا وبتحاول تنقل كل احاسيسها على ده، لكن اللي انا عايزه اقول لكم عليه ان اللي كتب جزء صغير من اللي احنا عشناه ده بالنسبه لي انا كنت بصاله بانبهار احلى من كل اللي انا كتبته واللي قلته. جميل. انعكاسوا عليهم ان هم دول المستقبل. وعمر ما الكتابه كلها ممكن تستوعب كل اللحظات الحلوه اللي مرت او حتى اللحظات الحزينه يعني. صحيح. يعني هو طبعا في علاج بالكتاب حضرتك. واجهت المحنه بالالم بالكتاب. صحيح. هي كانت سيرب، كانت تعافي، وكانت بالنسبه لي ببص كده الكلمات افكاري وعايزه اقول كل شويه ايهاب ايهاب، عايزه زي ما بكلمه عايزه افضل اكلمه. وانا مستشعره ان هو معايا دايما ودايما بدعي ربنا لان الروح من امر ربي، فدايما ادعي ربنا ربنا يوصل لروحه السلام ويوصل لروحه الامان ويوصل لها السعاده وجزاء الخير اللي هو عمله معانا، وانه يبقى عارف ان هو يخليه قريب مننا دايما عشان يحس بالخير اللي هو سبب فيه، لان الزرعه اللي هو زرعها جوانا من حسن رعايه من رحمه ومن محبه ومن عطاء هي اللي مثمره دلوقتي الحاله اللي احنا لو في حد شايف ان احنا في خير هو السبب فيه، هو السبب. فربنا يعني يجعله في اعلى درجات الجنه ويجازيه كل خير. أمين. ويفضل نموذج ملهم للرجال ويفضل نموذج ملهم للشباب يعرفوا ان الاثر باقي وان الطيب ما بيروحش، فما تخافش ان انت تعامل زوجتك بحنان، ما تخافش ان انت تاخده من وقتك وتدي لوالدتك او لاختك، ما تخافش ان انت تعطف على حد عشان توصله وانت متاخر وانت قائد كبير وعندك التزام، لان ده بيقعد لك اهم بكتير من حاجات انت متخيل ان انت هتخسر لو ما عملتهاش. عشان كده اقدمتي على خطوه انك تحولي ذكرياتك اللي سجلتيها على السوشيال ميديا لكتاب مطبوع بحيث انه يبقى اكثر انتشارا واكثر قدرة ان الناس تشوفه وتقراه. في الحقيقة كان ما كانتش مبادرة مني، كان في سببين رئيسيين خلوني اعمله كتاب. الاول زي ما قلت دكتورة فاطمة وهي استاذة كبيرة وعارفة انها صاحبة رأي يعني دايما قوي وفي الحق ودايما على العكس لو في اي حاجة ناقصة تراجعني وتقول لي انت محتاجة كذا. واستاذ محمد عبد الله رئيس تحرير مجله الشباب اللي قال لي انا هاخد الاجزاء ديت من فضلك تتنشر على اجزاء علشان تبقى جاهزه للكتاب. فانا كنت بقول له كتاب انا يعني ما فكر، قال لي لا ده لازم انت مش بتكتبي. كنتيش فكرتي فيه خالص؟ كنتش فكرت، وكنت شايفه في النهايه ان هي افكار خاصه شخصيه هل هتفيد حد ولا لا. لما جيت اعمل الكتاب وفجئت بدار النشر عصير الكتب كنت في زياره لاصدقاء يعني محمد شوقي كصديق بهنيه على افتتاح فرع مكتبه، محبة طبعا أنا للقراءة وللكتب ببقى سعيدة جدا بكل نافذة جديدة تطلع. ففوجئت بيه بيقول لي العقد هو عشان قلت له عقد إيه؟ قال لي الكتاب. قلت له أنا ما كتبتش الكتاب. قال لي هتكتبيه، فاضل 4 شهور على معرض الكتاب. قلت له ما لحقش. قال لي أنت اللي عاملاه حالة، صحيح إحنا محتاجين. فسبحان الله قدرا الحالة مشيت بالشكل ده، وده اللي خلاني أهتم ما دام هيبقى في كتاب إني أخلي التجربة الخاصة تبقى نموذج للعام ويبقى فيها رسائل للأسر المتوسطة، فيها رسائل لأيامنا كلها الحلوة تفيد ويلاقي أي شخصين نفسهم فيها. مها سالم دلوقتي لما بتروح بيت الخرنفش في الجمالية دلوقتي بعد السنين دي كلها بيت العيلة بتشوفه إزاي؟ الدنيا اتغيرت؟ هو للأسف البيت طبعا اتأثر من الزلزال واتهد، لكن المكان عبقه ما بينتهيش. زي ما أنا وصفت في المقدمة إنه هو بيت سحري. عايزه اقول لحضرتك ان احنا اتربينا في مكان بندخل مثلا من مسجد قلاوون على دروب وممرات سحريه نطلع في حاره اليهود على شارع الخليج المصري اللي هو شارع بورسعيد. التفاصيل الصغيره دي القباب لسه موجوده وعايشينها، والحقيقه في اهتمام بيها وباعاده تجديدها وباعاده الروح فيها.
حالة الناس بقى كمان غير الأثر، البشر الناس بتطبطهم تروحي هناك تستمتعي بروح جميلة فيهم صوفية وفيهم عطاء وفيهم كرم وفيهم طيبة، في معاناة موجودة مش هتروح حتة، دي رحلة البشرية. لكن معاها الأكثر احتياجا بتلاقيهم أكثر عطاء وأكثر صبرا، جميل. بتلاقي فيهم روح أنت تستنهضك وتستشعر بها النعم، فيها الأصالة فيها الأخلاق فيهم القيم اللي احنا تربينا عليها. الولاد اللي موجودين في مكان أكثر رفاهية عن بيت الخرنفش واخدين ايه من اخلاق ومن طباع بيت الخرنفش؟ الحمد لله الحمد لله واخدين الانتماء للبلد وعارفين قيمتها، واخدين الحب العيله والارتباط الشديد بيها وان هي في مقدمه الاولويات. احنا شخصيات اجتماعيه كلنا، نحب اصحابنا جدا، نحب شغلنا جدا جدا، لكن ده ما ينتقصش ابدا من علاقتنا وتماسكنا ولحمتنا ببعض، ده ليه الاولويه دايما. اعتقد ان ده اجمل حاجه انا ممتنه من ربنا ان الولاد واخدينها. شفنا في معرض الكتاب الندوه الخاصه بتوقيع حفل توقيع كتاب بيت الخرنفش حضور من مختلف الفئات والمستويات، كان في اقبال كبير جدا. شايفه استقبال الكتاب ازاي عند القراء سريعا، وكمان حضرتك الحاله نفسها دي في معرض الكتاب والالتفاف حوالين كتاب يقدم قيم احنا محتاجينها جدا دلوقتي؟ بامانه يا دكتور مفاجاه كبيره بالنسبه لي. في النهاية أنا كنت بكتب نوع من أنواع التعافي وقلت هسجل الرحلة وأتمنى أن هي تمس الناس زي ما هي إحنا عشناها. حالة استقبال من النقاد ومن الكتاب ومن الأصدقاء ومن الأهل ومن المواطنين العاديين مفرحة ومبهجة، وتطمن أن العملة الجيدة يعني فعلا فعلا دايما بتسيب أثر والصدق بيوصل. حالة معرض الكتاب في حد ذاته من غير ما أكون موجودة فيه هو حالة بهجة صافية، حالة من الروح الرقي. لما تشوف حضرتك تزاحم على الأجنحة الكتاب الروائيين وإقبال الشباب، طوابير متصلة علشان ينتظروا توقيعهم، الأجنحة المخفضة وهيئة الكتاب والإقبال عليها، الدور المختلفة والمنافسة الحميدة بالمطبوعات والمنشورات المترجمة، الحالة كلها حالة تفرح. واللي احنا يعني كفاية ان انا قريت ان الشباب بيكتبين ليه مرة واحدة في سنة، احنا محتاجين يكون مرتين. بنشكرك، نورتينا وشرفتينا، وكان لقاء جميل وفي روح مصرية جميلة، وقبل كده ان شاء الله تعيشي وتبدعي وتقدمي كتب كمان اجمل واجمل. الكاتبة الصحفية الأستاذة مها سالم صاحبة كتاب بيت الخرنفش من الإصدارات الخاصة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بشكرك شكرا جزيلا فندم. شكرا لكم يا فندم، اتشرفت، نورتينا.